السلام عليكم. بس جزئية بسيطة لنعلق فيها الـ correlation between time response and root location in the S and Z plane. A root in negative real axis of the S plane produce an output exponentially decaying with time. A complex conjugate pair ball pair in the negative S plane produce damping oscillation. Imaginary axis conjugate pole produce undamped oscillation. Complex conjugate pole pair in the positive S plane produce a growing oscillation. وهذا حنشوفهم يعني زي ما بنحكي فيهن. لو عندي البول اللي زي هيك هاي الريسبونس تبعه ايش بلاحظ انه هو داينج داون الموجود عندي لانه هذا في الليفت هاف بلين الموجود عندي وهذه كومبلكس بول زي ما احنا شايفين. الآن الفرق بين هذه وهذه طلع عندي هذه الفولدنج والفولدنج هيات وهي السيجنال الاكشوال سيجنال بنلاحظ انها within the fold بس شوية out of place الموجودة عندي في هذا المجال. الآن هاي موقع البول لوكيشن هاي الاوتبوت زي ما شفنا قبل شوية بلاحظ انه decaying zero. هنا لما هنا سمبل على الماجنري اكسس هنا عندي دبل بول كومبلكس بلاحظ انه في عندي ود الفولد الموجود عندي. الان هذه عندي على الماجنري اكسس بلاحظ انه كونستانت هذه القيم ما بتتغيرش بس ايش اللي بيصير عندي انها ثابتة بس مش بتوصلش لواحد عندي على شكل ساينوسويدال. هذه برا اليونت سيركل ايش بلاحظ هنا جروينج الموجود. الان الدومينانت بول ان ذا زي بلين دومينانت بولز ار ذوز ويتش ار انسايد اند كلوزست تو ذا يونت سيركل وير از انسيجنيفيكانت ريجن از نير ذا اوريجين. يعني هذول اللي جنب اليونت سيركل هذول دومينانت اللي جوا انسايد هذا بيبقى ايش لسه سيجنيفيكانت. طبعا هذه the negative real axis is generally avoided since the corresponding type response is oscillatory in nature with alternate sign. يعني بنسميها هذه زي ما حكيت قبل شوية هذه بتصير لها بتروح positive negative بشكل كبير اللي عندي oscillation بيحصل لها. هاي في التايم دومين الدوميننت هاي هم الكلوز تو ذا الايماجينري اكسس الانسيجنيفيكانت الابعاد عن الايماجينري اكسس اللي ها هذه بالزي دومين هاي الانسيجنيفيكانت اللي هم قريب لزيرو والدوميننت اللي قريب لليونت سيركل اللي عندي بشكل عام. طيب هيك يعطيكم العافيه وبناخذ بريك وبنرجع تاني لكم ان شاء الله.